الاسم ديالي نعيمه الازرق. واختي نعيمه بغيتك تهضري لي على حاجه النوع ديال المرض ديالك ديال واش زياده في الاخ ولا لا؟ انايا عندي مشكل في زراعه القريه، يعني انايا كانت عندي 13 عام ولا النظر كيمشي لي، ما كنتش عارفه باللي النظر كيمشي لي، يعني بقيت هكاك، بقيت حتى ولات عندي 17 عام. منين ولات عندي 17 عام اكتشفت عيني كتبيض، منين بيضت عيني ما بقيتش نشوف بها مده عام. منين مشيت للطبيب بقيت متبعه في باب الحديد، فاس في باب الحديد، واه بقيت متبعه تما عام، وليت نشوف بها عيني بيضت كاع في خطره. منين بيضت بقيت متبعه مع الطبيب، وليت نشوف وخرجت من الطبيب وليت مزيانه، ولا عاوتاني وقع لي مشكل. شنو داك اوبيراسيون ولا غير تريتمون؟ داروا لي غير تريتمون تاع الدواء، يعني دروك العمليه قالوا لي يعني خصك ديرها في الكلينيك، ويعني بقيت متبعه معاهم، يعني بقيت متبعه معاهم، يعني ما داروا لي والو، ما داروا لي حتى شي حاجه، يعني بقيت نعاني المشكل ديال غير الدواء وصافي، وكيدوزوا لي. هذه هي المشكل، يعني كيديروا لي هذه من 2018 هذه من 2018. فوقاش وليتي ما تشوفيش بها؟ يعني في النهار اللي وليتي تشوف بها شويه في 2020 2020 عاوتاني ولا نفس ولا عاوتاني الف عاوتاني هو هذاك المشكل اللي ولا لي، عاوتاني وليت نشوف بها كاع نهائيا. يعني دابا عندك مشكل غير في عينك؟ عندي في هذه اليسريه، وحتى هذه راها مقيوسه، حتى هي راه مقيوسه وما بايناش، هذه راها باينه وهذه مقيوسه وما بايناش. يعني قالوا لي خصك ديري بعدا الوحده، يعني قالوا لي الا ما درتيش العمليه الوحده يعني تقدي عينك تقد القرنيه ترضق لي. عندي لا طونسيون كتطلع لي بزاف. ما فيش السكر ولا شي؟ لا ما في لا سكر لا والو الحمد لله، ولكن عندي لا طونسيون تاع العينين كتطلع لي بزاف. وبالنسبه للحاله الماديه ديالكم العائليه؟ انا الحاله الماديه ديالي ضعيفه، ما عنديش، يعني كيكون عندي والديا مسكن ما عندهمش، انا با مسكن معاق ما كيهضر ما والو، خوتي راك عارف حال تحاكز الله، يعني هما بعاد عليا، يعني كيكون لقاو لي الجهد كاع. ساكنه بوحدي حتى في وجده. واه خدامه شي بلاصه ولا خدامه مع واحد المراه واحد ضرني مزيان؟ دابا انت يعني قلتي لي بديتي العلاج وما نجحش، دابا الاطباء فين وصلوا؟ شنو قالوا لك؟ الاطباء وصلوا يعني قالوا لي خصك ديري عمليه في الكلينيك على برا، هذا هو على برا واحد زراعه القرنيه. زراعه القرنيه واه. العينين زوج ولا غير وحده؟ عينيا بزوج. بزوج بزوج واحد. يعني 17 مليون العين ولا زوج ب 17 مليون؟ لا وحده ب 17 وحده ب 17. 17 يعني واحد زوج، يعني 17 مليون 17 هدرت قريبه 40 مليون. واه قريب 40 مليون. واه غير بالنسبه لواحد واحد القضيه. واه دابا انت كما كنقولوا حنايا ما كانش اللي يعاونك؟ ما كاينش خويا اللي يعاونني، كنطلب من المحسنين يعاونوني، هادشي اللي كنطلب، كنطلب من خوتي المغاربه يعاونوني. واه دابا العمليه خصني العمليه ايرجو، انا هاد العين هادي ما بغيتش نشوف بها، كنشوف غير بوحده. درتي تحاليل؟ درت تحاليل، درت سكانيرات، درت كلشي عندي. دابا هاد العمليه ديال زراعه القرنيه تندار في المغرب ولا على برا؟ لا كدار هنايا في المغرب، كدار حدا في طبيب الجامعي، حدا واحد الكلينيك سميتو المهم مانيش عارفه سميتو، كلينيك حدا طبيب الجامعي. دابا هاد القرنيه مين غادي يجيبوها؟ واش غادي خص شي واحد يكون توفى مثلا؟ واه شي واحد اللي توفى كيشريو بالضبط باش الناس. قالوا لي لا توفعوها له ويديروها لك انتيا. يعني دابا خصهم يشوفوا المتبرع. متبرع واه داك المتبرع خصو يتبرع. المتبرع واه المتبرع الاطباء ما قالوكش تلقى فيه مشكل؟ كاين المتبرع؟ كاينين واه. نتمنى الخير. شنو كطلبوا من الناس اللي كيشوفوا فينا المحسنين؟ كنطلب من خوتي اللي راهم يشوفوني والمحسنين اللي راهم يشوفوني، كنطلب منهم يعاونوني في هاد العواشر، اللي عاونني اللي جعل ربي حبيبي يسهل عليه في هاد العواشر، وكنطلب من خوتي المغاربه كاملين كنطلب منهم يعني يعاونوني باللي كان عندهم. هادشي اللي كاين. المرا 17 مليون العين واه عاود 30 شحال؟ عاود 30 34 مليون واه. قوليها للناس بلي مور ديرها العمليه هادي 17 17 مجموع 34 مليون باش الناس يفهموا بلي انا 34 مليون. خوتي بالنسبه للثمن تاع العمليه عندي، يعني هاد العين هادي عندها 17 وهاد العين هادي 17 مليون، يعني هذا هو الثمن ديالها اللي قال لي الطبيب. بالنسبه للعمليه قال لك غادي يديروا لك عين حتى تبرا ويعاودوا يديروا لك اخرى ولا يزرعوا لك خطره واحده؟ لا قالوا لي نديروا لك العين حتى تبرا ونوليو نديروا لك العين الاخرى.
يعني ما يمكنش يديروا لا ما يمكن ليش نقولوا لي تنديروا كل وحده تولي تبرى الاخرى وندير لك الاخرى وساعنا. شكرا اختي.